والله الاسعار شويه كلش يعني غاليه، لان اقترب شهر رمضان يعني وعيد فصعدوا الاسعار، فهذا الشيء مو زين، لان عندنا ناس فقره وطبقه فقيره وناس اكو ناس ما عندها، يعني شاب يشتغل عماله وشاب بتكتيك وهاي، فنرجو من الحكومه ومن اهل المحلات انه ينزلون شويه من الاسعار احسن، لان اكو ناس ما عندها، اللي جاي يشوفه يعني كل من بكيفه يبيع، مو صح؟ كل من بكيفه، فنريد من الحكومه انه شويه عينهم علينا، ونشكر سعد العيداني على اللي جاء قدمه للبصره، وان شاء الله يكون احنا وياه يكون يشتغل صح. والله جاي اشتري ملابس للجهال، بس شوي الملابس يعني غاليات، هم ما يراعون يعني الفقير، شو نسوي؟ والحمد لله وشكر، نهنيكم ان شاء الله على العيد القادم. رمضان كريم عليكم. تقاليدكم ويوم العيد شنو احسن؟ والله هاي يعني مثل كل سنه اول ما نزور يعني الاب والام، ومعروف هاي بالبيت يسوون كليجه وكذا، وهاي مثل يعني مثل كل سنه، واهم شيء جهالها من نوديهم الملاعب. وهاي امنيتي ان يكون الامن والامان للشعب العراقي ولعراقنا العظيم، هاي امنيتي بالعيد ان شاء الله، ونهنئ الشعب العراقي العظيم قلت لك ومراجعنا، وان شاء الله الامن وامان للدوله مالتنا ان شاء الله. تحضيراتنا للعيد نحضر هاي شغلات الكليجه الكرزات هذا، بس حسب يعني حسب متطلبات شو اسمه اي، وهسه احنا اليوم حاليا على التسوق يعني جاي نتسوق، اي تسوق ملابس حسب حاجتنا اللي نريدها وناخذها على قدنا على قد المعطى. اول يوم العيد هو نحضر صلاه العيد بالبدايه، بعد ما نحضر صلاه العيد نروح لزياره الاقارب والاحبه جميعا، ان شاء الله. حياك الله. حياك الله. والله تحضيراتنا محترمه وجيد جدا، والاسواق زينه والحركه قويه كانت تكون، ونحب ام ننصح الشعب العراقي والمواطنين والاخوان ان شاء الله يكون هذا رمضان يلتزمون بذكر الله، وهذا رمضان يتقدمون التوبه الى الله سبحانه عز وجل، يعني ما يكون هذا رمضان بس كلام، وخير الكلام شلون يقول ما قل ودل، لانه الشباب كون ونهني الشعب العراقي بهذا الشهر الشريف المبارك، ونهني الامه الاسلاميه في هذه المناسبه الجيد جدا بالنسبه لي. والله بالنسبه لي اللي تدرك المناسبه الناس تشتري هاي الاشياء اللي يعني مثل ما تقول متواجده في الاسواق، وندعو من الله سبحانه عز وجل ان يوفق الشعب العراقي لمرضاته وبالاعتصام بذكر الله سبحانه عز وجل. عيد الفطر مبارك، عاد الله علينا بالصحه والامان، ونسال من الله ان يمن علينا بالصحه والامان، وان يعيد على الشعب العراقي كافه اطيافه بالامان والصحه والعافيه، ونسال ونتمنى من الشعب العراقي الموده وصله الرحم، هي هاي رضا رب العالمين، والحمد لله والشكر. تحضيرات اليوم العيد ان شاء الله هي بعد كعاداتنا الكليجه والتكليت والشربت، والحمد لله والشكر، واهم شيء صله الرحم. والله ان الامه الاسلاميه والشعب العراقي على حلول العيد الفطر المبارك علينا وعلى أمة محمد جميعا. تقاليدنا بعد تحضيرات العيد الكرزات المكسرات الحلويات الملابس للأطفال، الحمد لله والشكر. الأسعار إن شاء الله كل جيدة، خير من الله، رخيصة ومناسبة، توالم الأجواء العيد إن شاء الله. إن شاء الله ريوقنا مصموطة بعد، احنا الماشيه بالبصره مصموطه، اي نعشقها. نزور اقاربنا احبائنا اصدقائنا، بعد لازم يصير تواصل بيناتنا بالعيد. اهلا وسهلا، ندعي الشعب العراقي الصحه والامان ان شاء الله، ورب يحفظ العراقيين. السلام عليكم. شلون صار زين العيد؟ يلا كرر. Thank you.
العائلة العراقية السباقة بتقديم كل ما هو جيد ولذيذ للضيوف. فتقريبا منذ أسبوع صارت الاستحضارات هذه بشراء الحلويات والمكسرات، وبما أنه أنا موزع للحلويات وكيل الشركة الأوكرانية، لذلك عززنا السوق المحلية نقول إحنا بكافة البضاعة الموجودة وبما يناسب الأسعار للمشتري، حتى لا يصير مثل ما يقول ثقل على كاهل المواطن. أكيد هاي التقاليد اللي يمارسها كافة مثل ما يقول المجتمع الإسلامي هي صلاة العيد، أو أول يوم تبقى الناس ما تطلع، يعني تلزم الجانب الصمت بداخل البيت. زين، إضافة لأنه استحضارات تصير مثل سفر أو زيارة الأصدقاء ثاني يوم. والله نتمنى أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم نهني الشعب العراقي بحلول عيد الفطر المبارك، يا رب نسأل بس الأمن والأمان. والله تحضيراتنا مثل عاداتنا إن شاء الله، زيارة الأقارب، حضور صلاة العيد إن شاء الله، وإن شاء الله الأمن والأمان. والله اليوم حضرنا بعد، تعرف أنت عندك عائلة تجيب العائلة، ما ضل شيء إن شاء الله، نتفرح الأطفال إن شاء الله، نشتري الملابس. والله السوق يعني زين، شوي يسهلون ويانا الجماعة، والله كريم الحمد لله. شو نسوي إن شاء الله، جاهزين إن شاء الله بقوة الله، بس إن شاء الله نسأل الله أن يحفظ الشعب العراقي ويحفظنا جميع عراقي، يا ربي الأمن والأمان يحفظنا ويرعانا، وإن شاء الله للأحسن. الله يحفظك، أهلا لكم بالعيد إن شاء الله بالسلام. ايوه ان شاء الله ماكو يعني لا امراض لا حروب، نتمنى هاي العيد. تقاليدكم بالعيد يعني شو تسوون بالعيد؟ احمو نروح لاقاربنا ولاصدقائنا نعيدهم بالعيد. هاي ان شاء الله اي حضرنا كليجه وشكليات والاكلات يسوونها اي بعدها عيد، كل شيء كلاشي، الكليجه الشكليات اللي قاسمه الله موجود. اي اخذ شكليت، اخذ كليجه، اخذ حب، اخذ كرزات، هاي شغلات. اي تمام، اول يوم العيد راح اسوي اروح زياره صلاه العيد، وبعدين زور الاقارب والاهل وال اي والجيران. يوم دعواتكم للعراق؟ والله يعني الامان، وان شاء الله العراق فوق كل هذه الدول، فوق الأيدي إن شاء الله. بمناسبة العيد نهني الشعب العراقي العظيم، ونقول لهم كل عام هم بألف خير، وإن شاء الله يعود عليها الصحة والسلام. طبعا احنا نتهيأ بهيك موسم، موسم العيد نتهيأ بالكرزات والحلويات، الناس تجي تتبضع هاي الكرزات والحلويات، وهيك مناسبة حلوة إن شاء الله كل العراقيين عود عليها بالصحة والسلام. والله أنا بالنسبة لي كشخصية، أنا بالنسبة لي هالسنة نزلت أسعار فتشي، يعني مثلا الكيلو أبو 16 سويته ب 12، الشكليت أبو 10 سويناها ب 8. زين، بس الإقبال مو مثل كل سنة بصراحة أقول لك إياها، يعني العام أول العام مو مثل هاي السنة، بالرغم إحنا جاي نبقى الوقت من الصبح إلى حد الساعة 2 يعني قبل السحور جاي نعزل، مو نفس العام ووت العام. الإقبال الشرائي كاعتيادي، تعايد والدك ووالدتك زين، وإذا كان والدك ووالدتك متوفين تروح لهم للزيارة هناك تزورهم، وهم تزور أهل البيت، تعايد أخوك الكبير، تعايد ابن عمك، الشخص اللي ما تحكي وياه
افضل انه حتى يكون لك الاجر انت تروح انت تراضي وانت انت السامحه وانت تعايده، اكيد راح يصير الاجر لك اكثر. رسالتك اليوم للعراق وامنيتك للعراق؟ امنيتي للعراق ان شاء الله العراق يكون هو احسن بلد، وان شاء الله العراق الله يعني يوفقه، وان شاء الله الشعب العراقي ان شاء الله تكون ايد بايد. احنا اهم شيء الشعب، ترى بنقول بلد العراق هو الشعب، ترى الشعب ان شاء الله يكون ايد بايد. قدوم عيد الفطر المبارك أعاده الله على الجميع بالأمن والأمان والاستقرار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على أهالي العراق بالصحة والعافية، ونعيد عليهم بالخير والسلام إن شاء الله. إن شاء الله تحضيراتنا يعني جيدة جدا، يعني المعنويات يعني كسوق مشتغلين، اشتغلنا مثلا حلويات شكليات كليجة هاي سوالف. أي أول يوم العيد إن شاء الله أول ما نبدي نعطي زكاة الفطرة، بعدين نصلي صلاة العيد والنوب نروح نعايد الوالدة، أهم شيء هي نوب الأقارب والأصدقاء ها أخوي، والنوب نشوف وين الغداء بعد الزين. والله أن يحفظ العراق جميعا إن شاء الله من كل سوء ومن كل الشر. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، أفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد بمناسبة عيد فطر المبارك. نسأل الله العلي القدير أن يعيد علينا بالأمان والخير والصحة والعافية والأمان، ونسأل الله في هذا العيد أن التواصل مع كل من مثل الخلاف ما بين الأحبة والأقارب والأخوة. هذا العيد عيد يسمونه عيد الإسلام إن شاء الله، وعيد أمة محمد وآل محمد، الله خصه بالقرآن، فلا هذا يكون نرفع مثل الضغانة والبغضاء والكبرياء. ونسأل الله العلي القدير أن يعيد علينا سالمين غانمين إن شاء الله. والله بالنسبة حاليا هسه التبضع أكو قسم كيفي، مو لقيت مثلا أكو مراقبة مثل من الدولة، هذا بيع مناسب وهذا بيع مثل مصعد الاسعار. هسه لحد الان هسه احنا قاعد نشوف هسه اللي معاملته وين الناس وين الاخوه لا مناسب مثل زين، بس اكو بعض الناس لا يستغلون الانسان البسيط لغيره، فهاي يكون مراقبه الدوله مو مراقبه والله انا ماشي مراقبه، اذا الوضع صحيح غير هسه شوف من يجي اي شوف مرخصك كل بلدان العالم والاسلام من تيجي مناسبات مثل محرم او الاعياد في شهر رمضان او ضحيه، فهاي كلها تصعد الاسعار، وإل بلدنا وغير البلدان لا ينزلون الاسعار. فنسال الله ان نكون والله بالنسبه احنا عندنا وجبه طعام للاخوه ان شاء الله اللي يزورونا، ومواصلتنا للاخوه وللعوائل الشهداء واليتامى،
فنسأل الله العلي القدير أن يعيد علينا بالصحة والعافية. بداية كل عام وأهل البصرة والعراق بخير، وأتمنى أن تكون هاي السنة سنة خير على جميع أهل البصرة والبصريين، وأتمنى أن تكون سنة أعمار وسنة خير، وأتمنى هذه الجهود تتكلل إن شاء الله نشوف بعد أكثر بناء وأكثر تطور من المدن الأخرى، وإن شاء الله نوصل إلى مصاف المدن المتقدمة إن شاء الله. أكيد إحنا بالعيد نتهيأ من هسه جايين العشار، أخذنا الشغلات العيد الشربت والحلويات، ونرحب باللي يجونا إن شاء الله، ونزور الأهل أول يوم العيد أكيد راح نكون نجتمع سوية، وبعدين نزور الأصدقاء ونهنيهم. والله إن شاء الله يعني مو أوفر، هي تحضيرات اعتيادية يعني فطورنا الاعتيادي، بس هي تحضيرات العيد مثل ما أقول ليلة العيد تجتمع العائلة وتعرف هاي سوالف الكليجة والترتيبات والشغلات، والمسواق هم الظاهر هسه ما مسوقين، وباللي يعني راح يطلع ثم ناقص مسواق. هو العيد يعني الهدف من عنده يعني مو بس هاي التحضيرات وهاي الشغلات، يعني صلة أرحام، مواصلة، تمر على أصدقائك على جيرانك يعني، والحمد لله وشكرا الله. إن شاء الله أول يوم العيد يعني إن شاء الله إن شاء الله اجتماع بيت الوالد الله يرحمه ويرحم موتاك، الوالدة طيبة إن شاء الله، نقعد قاعدة أحباب ولما أحباب بس شوي عن الطريق، وإن شاء الله مثل ما يقول يصير ألفة ومحبة أكثر بأيام العيد. نهني الشعب العراقي العظيم، ونهني الشعب البصري بصورة خاصة بعيد الفطر المبارك، عاده الله علينا وعلى الجميع باليمن والبركة. والله العيد يعني هو تجمع يعني يصير للعوائل وزيارات، ويعني سفرات تكون قصيرة يعني للمكانات إذا موجودة مكانات سياحية أو غيرها أو متنزهات، وإن شاء الله يعني بالمستقبل يصير أكو مجال أكثر. يعني هسه يعني الحالة يعني الظروف شوية يجوز مو ملائمة، بس بالمستقبل ممكن تصير السفرات واللقاءات والزيارات أكثر. ريودك أول يوم العيد شو نحن؟ والله أنا يعني تريق دائما جيمر وكاهي جيمر كاهي.